سعيد وايد متضايق عقب ما لقى علبة السجاير في البيت، مو بعارف كيف يفاتح ولده بالموضوع. للأسف الدراسات المحلية تشير أن معدلات انتشار التدخين بين طلبة المدارس الإعدادية والثانوية، يعني بين أعمار 14 و18 سنة، هي حوالي 16%، 10% يدخنون السجاير و6% المدوخ. أما عالمياً ف90% من المدخنين البالغين بدأوا التدخين من سن المراهقة. الحل يا سعيد، تعامل مع المشكلة بهدوء، تكلم مع ولدك بصراحة، تحاول تقنعه إنه يوقف عن التدخين، وإنكم كأهل جاهزين للمساعدة والدعم ووضع الخطة المناسبة وياه، خاصة إن الحين المدارس في عطلة، يعني ما في تأثيرات على العيال من ربعهم، وفترة الامتحانات صارت من الماضي، يعني ما عندهم ضغط نفسي، والأفضل وضع تاريخ محدد لبداية الإقلاع عن التدخين، وزيادة الأنشطة البدنية في العطلة الصيفية. وبعد وايد مهم يتجنب ربعه اللي يدخنه، وأكيد ننصح بزيارة عيادات الإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة في دبي. وعساكم دوم بصحة وسعادة.